مهندس كريم حماد 27 سنه، اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كنت عايز اقول ان ممكن لو سمحت قبل ما نبدا، انا عمري كنت اتوقع اكلم قدام كاميرا من مصر. فانا فرحان جدا بالمناسبه دي ومنورين المدينه. واحنا اللي فرحانين بيك يعني. ربنا يخليك. ميرسي. مهندس كريم طبعا بيشتغل في اليونيدو، منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه، بس انت ليك حكايه يعني مختلفه. بطل العالم في الفوكاليز. ايه علاقه الفوكاليز بالهندسه؟ حول ازاي؟ احتمال السؤال احسن، ايه علاقه الفوكاليز بالشغل، بتنفيذ الشغل؟ عشان الاثنين انت لازم تكون واثق من نفسك، تكون واقف على رجلتك وواثق من نفسك. لو انت اون ستيج يعني بتعمل انترتينمنت قدام 5000 ناس، لازم تكون واثق من نفسك. لو انت بتكلم على شغلك ولا قدام الشيف ولا قدام اي واحد تاني، لازم تكون واثق من كلامك. فدي اللي بتشبك الاثنين. ايه حكايه يعني انت غاوي الفوكاليز وبتحب الحكايه ودخلت بطوله هنا في النمسا؟ كانت هنا في النمسا؟ انا بدات هنا في فيينا وانا عندي تقريبا 13 سنه. انا ما عدتش عشان ما كنتش محاسب نفسي النهارده لسه بعمل موسيقى، عشان كده للاسف ما عدتش. زي الاول يعني تقريبا سنتين كنت بنفذ الفن الفوكاليز بس في البيت، ما فيش حد كان عارف. فبالصدفه يعني زملاتي سمعوني قالوا لي ان ده لازم يعني اكون واقف وراها اكتر واتمرن اكتر واكتر. فالحمد لله سنه 2008 طلعت انا كاس العالم في الفوكاليز. بطل عالم في الفوكاليز. ممكن نفهم الناس يعني ايه الفوكاليز؟ الفوكاليز حول ازاي؟ هي تقريبا استعمال الصوت. فاللي انا بعملها، انا بعمل مولتي فوكاليزم، انا بعمل حاجات كتير في نفس الوقت. في نفس الوقت. وطبعا يعني هنا فيينا يعني اوبرا، فيينا دي يعني اعظم اوبرا في العالم طبعا. طب ممكن معلش يعني توريني ده بشكل عملي، المالتي فوكاليزم اللي انت بتعمله؟ الفيري بيزك في الفوكال بيكاشن. وانا ام نوت وارمد اب، فشفافي للاسف يعني ناشفه والجو برد. اوكي. فالبيزك يعني حول ازاي؟ كفاية لو في يعني درام سيت قدامنا، هتكون تقريبا زي كده. سبت ده كله بقيت في منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه، او قررت ان انت يبقى مستقبلك هنا في حته ثانيه؟ مظبوط. حول ازاي انا قررت اركز فيها احسن؟ عشان اظن هي المصلحه، هي ممكن يعني بترجع لي فرصة أعلى وأكتر. الفوكاليز أخيرا يعني كنت أنا دايما برتاح يعني أعمل الفوكاليز، بنعمل الفوكاليز قدام الناس، بس أنا سعيد أكتر بالليل بعد الشغل. كريم أنت حكايتك يعني مختلفة شوية عن بقية الشباب اللي إحنا قابلناهم وهنقابلهم، يعني إن أنت مولود هنا في النمسا وتعلمت عربي هنا في النمسا، وعندك علاقة بجذورك قوية جدا، يعني مثيرة للاهتمام. أنت ليه اتعلمت عربي؟ هي لغة أصلي. فطبعا أنا مش ممكن يعني أنا ممكن إحنا عارفين مثلا في البيت نتكلم عربي، إنجليزي، ألماني، بس يعني أنا بحس نفسي رجعت لأصلي في فيينا وانا بكلم عربي مع الناس، بالذات مع اسرتي ولا في الشغل، واي فرصه بتجيلي ممكن اكلم عربي بستعملها. انت بتزور مصر يا كريم؟ كنت بزور مصر مره في السنه، ولا تقريبا شهر في السنه، شهرين في السنه. بس للاسف انا ما كنتش قادر انزل تحت من 6 سنين. فعشان كده انا حاسس هنا بحته مصر وانتوا معايا هنا. وحشيتك مصر؟ جدا جدا، حتى المناقشه في كليه فيينا كنت بكتب على مصر. فحتى الحمد لله ربنا رزقنا بفرصه في الامم المتحده، ليا زملات واخوات كثيره جدا من الدول العربيه، فبيخلوني احس بنفسي عربي وانا في فيينا. فالحمد لله يعني. انت منين من مصر؟ القاهره. من القاهره، الحي اللي بتنتمي له الاصل ايه؟ كيتكات وامبابه. في كيتكات ومبابا. زرت مبابا قبل كده؟ شفت اهلك هناك؟ شفت جدي الله يرحمه، شفته كمان.
ف وحشتني جدا يعني. وحشتك امبابه؟ مش بس. وكتكات والمهندسين كله مصر اطلاقا وحشتني يعني. انا فاكر من 6 سنين اول اخر مره كنت في مصر كنت اتعرفت على مصر من جديد. فهي كانت عشان كنت يعني 20 سنة كنت ممكن يعني اشوف اكتر اتفسح في الشارع وما كنتش يعني قلقان قوي بالليل لو احتمال يعني اتمشى لوحدي ممكن حاجه تحصل لي وانا لسه كنت صغير في السن. ف اخر مره وانا 20 سنة نزلت فكنت عندي فرصه اتعرف عليها من جديد فانا نفسي انزل تاني ومصر تتعرف علي وانا اتعرف على مصر نكون كده. ايه اللي انت شايفه في مصر مختلف يخليك تحبها قوي للدرجه دي؟ الناس اجدع ناس بنلاقيهم في مصر. حتى يعني كم ناس سابوا مصر ورجعوا بجائزه نوبل. ف اللي عجبتني جدا في مصر من اللي انا فاكره من 6 سنين عشان الناس كانوا حنينين كانوا دايما بيحبوا يتعرفوا على بعض. ف دي حاجه اللي ناقص لي هنا عشان هنا في الشتاء كلنا عاوزين قاعدين نقعد في البيت. ف وحشتنا قوي يعني الحياه اللي بره. انا كنت حاسس بسكه وامانه من 6 سنين في مصر برضه بحس بيها هنا. بس هي حاجه مختلفه في مصر بكل صراحه وانا حاسس هي يعني قريبه مني اصلا. نفسك في ايه في الشغل؟ نفسك توصل لحد فين؟ ده سؤال كويس. انا احاول ازاي بالنسبه لي اهم حاجه انت لازم تكون واثق من اللي انت بتعملها. مش تكون الحاجات اللي انت بتعملها مش ترجع لك اي مشكله بالطريقه اللي انت بتبص في العالم بيها. و اهم حاجه بالنسبه لي عشان ادي حاجه للعالم حاجه من تربيتي من تعليمي افكاري دي بالنسبه لي اهم حاجه. فالفن ساعدتني في الموضوع ده العلوم ساعدتني في الموضوع ده والحمد لله الشغل في الامم المتحده برضه بتساعدني في الموضوع ده.